وجيتكم هسه بوصفه جديده من فقرتكم المفضله ماسكات منزليه. اليوم محضره وصفه للبنات اللي يحبون يبيضون بشرتهم او ايدهم، تعرفون ويا السواقه والشمس والشمس الحاره شويه البشره مالتنا تصير داكنه، فشلون راح نعدلها؟ نستخدم بطاطا مبروشه ولبن شوفان مطحون وليمون. اللي راح نسويه راح ناخذ خاشوقه من البطاطا المبشوره او مثل ما احنا نقول بوتيتا، وناخذ 3 خواشيق من اللبن، 1 2 3، وراح اخذ خاشوقه ليمون، خاشوقه شوفان، طبعا اكيد لازم مين اتوقع طول الوقت شوي نحط بعد، ونبلش نخبط على مود تصير ثخينه، نحطه على الايد لمدة 10 دقائق لحين ما ينشف، وبعدين تغسلوه. طبعا تقدرون تسوون هذه العملية مرة واحدة بالأسبوع، وتقدرون هم تستخدموه على البشرة بهالطريقة. غير هذا كله نصيحة مني لكم، إذا حابين تجربون ماسكات منزلية سواء شفتوها عن طريق بيتي بيوتي أو أونلاين، اللي تسووه دائما جربوه على منطقة صغيرة بالركبة على مود تشوف إذا عندكم تحسس من المواد أو لا، قبل ما تحطوه كامل على وجهكم أو على جسمكم على ما تطلع النتيجة تمام التمام. أنا راح أروح أغسله، أوكي، لأنه بس حبيت أراويكم شلون تقدرون تسووه وشنو. ننتقل للفقرة اللي وراها. وبفقرة استكان شاي اليوم راح نحكي عن التغذية والمرأة العاملة. دائما نعرف انه تكون مشغولة ما عندها وقت، بس شلون تحقق نظام صحي او تغذية صحية إلها ولعائلتها؟ ويانا دكتورة نادية الموسوي اخصائية تغذية، اهلا وسهلا بيك، نورتينا. يا هلا فيك. اهلا وسهلا دكتورة. بالبداية احب اسألك عن، اكيد كل النساء العاملات ما دائما عندهم الحجة انه احنا ما عندنا وقت نسوي اكل، لا ان هم يقدرون ينظمون وقتهم بالشغل انه ياكلون اكل صحي، ولا حتى مرات يقدرون ينظمون عائلتهم فيضطرون يطبخون بالليل، اوكي؟ فهذا طبعا يصير كله خربطه، تحاول تسوي في شيء سريع سريع، فتقدرين تنصحينا اكثر عن هذا شنو تقدر تسوي؟ اي نعم، اعتقد انه طبعا المراه انا اعتقد لو ترتب وقتها، هسه انا ما اقول كل اسبوع راح يكون يعني تحفه طبعًا. بس لانه اكو اسابيع عفوا يجوز احنا بالشغل عندنا اكثر شغل، او مثلا حتى بالبيت يجوز عندنا اكثر شغل، لانه مثلا عندنا عزايم، عندنا اطفال، عندهم امتحانات، فدائما مسؤوليات هواية. اي نعم، فاكو مثلا توتر. بس نقول احنا على الحالة العادية مثلا انه المرأة لو تقدر ترتب، فمرات حتى تكتب مثلا هالاسبوع لما تروح للسوق عشان ترتب اكلها شنو راح يكون، مثلا بالثلاجة مثلا عندي بطاطا اليوم راح تسوي مرقة باذنجان، اليوم اسوي مثلا شجر، اليوم اسوي هيك شيء. فاعتقد هذا الشيء ترتب، واعتقد جدا مهم انه خلال الاسبوع على الاقل مرة بالاسبوع ناكل برا، هذا